باسم الممثل الكبير محمد رمضان. ألف مبروك. تفضل جاي. اوكي. اهلا وسهلا. مساء الخير وكل دورة وإحنا كلنا بخير وبصحة وسلامة، وكل الشكر لإدارة مهرجان الأقصر الأستاذ محمود حميدة. شرف عظيم وجايزة في تاريخي إن استلمت جايزة كممثل في يوم من الأيام من نجم كبير وممثل قدير الأستاذ محمود حميدة. وبشكر الأستاذ سيد فؤاد مؤلف فيلمي القادم ورئيس المهرجان. بشكر الأستاذ مجدي أحمد علي مخرج فيلمنا القادم أيضا. وسعيد بوجودي جدا جدا، وكل الشكر لأهل الأقصر وسعيد بوجودي. زي ما قال الأستاذ هشام نزيه، قال جملة عظيمة إن وجودنا هنا بجد بنحس إن إحنا يعني محتاجين نحافظ على اللي عملوه جدودنا بالأدوات بتاعتنا بتاعت النهاردة. هم زمان اشتغلوا فن آخر بمقاييسهم اللي هو فن المعمار وفن الفنون العظيمة اللي فضلت عايشة وخالدة. احنا كمان بنقدم شيء هيفضل عايش يمكن أكتر من اللي عملوه الفراعنة، وهو الفن والسينما. وزي السلوجن بتاع المهرجان، السينما الخلود. شكرا مهرجان الأقصر مرة تانية. شكرا للنجم محمد رمضان. الآن صورة جماعية للجان التحكيم والمكرمين وفريق عمل الدورة 12، فليتفضلوا. نلتقي في الغد صباحا. الأفلام والندوات بقصر الثقافة وقاعات فندق جولي فيل. الدعوة مجانية لأهالينا في الأقصر والصعيد مصر. تمنياتنا بدورة ممتعة ومفيدة. مرحبا بكم في الأقصر. Merci beaucoup et nous vous retrouvons demain pour le démarrage effectif des travaux de cette 12e édition du festival du film africain de l'Oxford. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.